السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وائل نجزي في فيديو جديد من قناة اندي انبوكس. في حلقة اليوم ان شاء الله سنقوم بعمل مراجعة لأحد المنتوجات التي توصلنا بها من موقع تيني ديال، بعد أن قمنا في حلقة سابقة بفتح الطرد الذي توصلنا به من نفس الشركة. الآن سنقوم بعمل انبوكسينج لكل جهاز على حدا في حلقات مقبلة. في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة لأول منتوج، وهو عبارة عن ماوس جميلة جدا. تتميز هذه الماوس، يعني تشتغل عن طريق الوايرلس، يعني فقط باستعمال هذا المفتاح USB، بالإضافة إلى أنها دو ديزاين احترافي كما تلاحظون، تنطوي يعني فقط يمكنك وضعها في جيبك يعني واستعمالها في أي حاسوب، يعني دون أن تحتاج إلى تعريفات أو درايفرز لتشغيلها. هذه البطارية، هذه الماوس ذو ملمس ناعم جدا، وأيضا تشتغل عن طريق البطاريات. نعم، هنا نضع البطاريات، إذا نضع بطاريتين صغيرتين لنجرب هل تعمل أم لا. نعم، وبالفعل تعمل. نقوم بغلق هذا المكان. إذا هذه هي، هذا المفتاح نضعه في الحاسوب ويمكننا الاستعمال الماوس. من مميزات هذه الماوس أحبابي في الله أنها كما أخبرتكم مسبقا تشتغل عن طريق الوايرلس، يعني أنك منذ اليوم لن تحتاج إلى الأسلاك ومشكل انقطع السلك نرمي الماوس أو غير ذلك، فقط يجب عليك الحفاظ على هذه المفتاح USB وتقوم بالحفاظ عليها جيدا، ويمكنك استعمال هذه الماوس في أي وقت تريد. بالنسبة لهذه الماوس فهي يعني تعمل على بعد 8 أمتار عن الحاسوب، يعني نضع هذه كما أخبرتكم مسبقا نضعها في الحاسوب ويمكننا الابتعاد ب 8 أمتار، ويمكن أن نستعمل الماوس في الحاسوب، يعني سنلاحظ أن الفأرة تتحرك على بعد 8 أمتار. الميزة الثالثة وهي الأهم، يعني لولاها لا ربما يعني لن تحتاج هذه الماوس بعد اليوم، وهي أنك تقوم ب، هنا لدينا مغناطيس يعني لتجنب سقوط هذه المفتاح USB، كما تلاحظون لو قمنا بتحريكها جيدا لن تسقط المفتاح USB لكي نحافظ عليها، ويكون لك ان تغطيها بهذا الشكل. دعوني اوضح الكاميرا بهذا الشكل. اوكي، الميزة الرابعة انها لا تستهلك الطاقة الكهربائية يعني كثيرا، يعني يمكنك استعمالها 24 ساعة على 24، يعني المدة مهما تصل، يعني في حالة انتهت لي البطارية يمكنني شحنها بأحد البطاريات التي أمتلكها، على سبيل المثال هذا الشاحن الذي أمتلكه، يمكنني أن أقوم بشحن البطاريات الكبيرة وأيضا البطاريات الصغيرة كما تلاحظون. يعني سأترك لكم، إذا وجدت رابط لشراء هذا الشاحن سأترك لكم رابط شرائه. إذا تقومون، يعني سأقوم بإنزال هذه الأداة هنا وأقوم ببحث زائد زائد وناقص وزائد. اوكي، هذه هي البطارية، يمكنني شحن البطاريتين. نعم، كما تلاحظون باستعمال احد شواحن، يعني لا مشكلة من هذه الناحية، من ناحية البطارية عفوا. اوكي، الميزة الرابعة او عفوا الخامسة بالنسبة لهذه الماوس هي انها يعني يتم يعني تنطفئ لوحدها، يعني في حالة لم تقوم ب تحريكها من دقيقة إلى دقيقتين. نعم، إذا لم تقم بتحريكها من دقيقة إلى دقيقتين يتم إطفاؤها مباشرة وتلقائيا، يعني أنها ربما نقول ذكية. والميزة الأخيرة هي أنها يعني عندما تريد النوم وتخاف من البطارية أن تنتهي، يعني لو أنها لم تنطفئ أوتوماتيكيا فقط انتهاء من البطارية من الماوس تقوم بطيها ومباشرة تنطفئ بعد ذلك. إذا هذه هي الماوس مشاهدينا الكرام، جميلة جدا، يعني أنا سعيد لاقتناء هذه الماوس الاحترافية والجميلة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، وأيضا لا تنسى الضغط على زر لايك أو ديسلايك إذا لم يعجبك الفيديو، من حقك أن تقوم بالضغط على زر ديسلايك، وأتمنى أن تقوم بترك تعليق يعني سواء تحفيزي أو انتقاد أو شيء لم يعجبك في الحلقة أو أعجبك في الحلقة.
وأيضا مرة أخرى أذكر بها، لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب. أضرب لكم موعد في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.